المسيار بين الإباحة والتحريم، المسيار والأحكام الشرعية للزواج والطلاق والخلع، المسيار ومستقبل الأسرة، كل ذلك في كتاب زواج المسيار للكاتبة سهيلة زين العابدين حماد، التي ولدت في المدينة المنورة في بيت علم وفقه. سيجيب الكتاب على الأسئلة المربكة التي تؤرق العديد من النساء في منطقة الخليج العربي، ويطالب بإعادة النظر في فتوى إباحته. زواج المسيار كتاب مهم لكل امرأة وأسرة. هذا الكتاب متوافر في جميع فروع العبيكان وموزعيها في المملكة والعالم العربي. كتب مميزة. كتاب زواج المسيار. العبيكان للنشر، نلهم المعرفة.